فاحنا خايف منه نخرجه نحن. قبل 3 أسابيع كانت تخشى أن تخرج من المدرسة التي تعيش فيها كنازحة مع أطفالها وسط مدينة تعز، لكنها اليوم تخرج ليس من المدرسة فقط، بل من الحياة ومن المدينة التي ظلت تردد دائما أنها تعشقها. صباح اليوم كانت المدينة التي تعشقها خديجة تودعها إلى مثواها الأخير. كانت المدينة المحاصرة تشهد واحدة من جرائم الموت الجماعي للأسر الصغيرة. ماتت خديجة مع أطفالها 3 أحمد وبشير والثالث الذي لا أحد يعرف اسمه. وما قيمة الأسماء حين يموت أصحابها؟ كانت تسكن معهم في مدرسة أهلية ولم تكن تخشى القذائف بقدر خوفها على صغار المدينة. ومع أنها كانت مشردة مثلهم إلا أنها قسمتهم المأوى الذي تعيش فيه وحصلت عليه بفعل جود أصحاب المبنى. أسرة آية كان بالشارع قسم من الصبح لمغرب بالشارع، ما لقوش وين يروحوا أسرته. رجعوا عدة أسر بالفندق ضرحوهم قدلوا بهم أصحاب الزهرة مقدرين كامل. تغادر اليوم خديجة تاركة خلفها 5 أسر تعيش في ذات المدرسة التي لن تتوقف عن تعليم الصغار وعن تذكر من كان يعيش هنا ولم يعد له أثر.